أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل طلق زوجته وهو في السجن، وقد مضى على سجنه سنة كاملة، وبعد الطلاق ب15 يوما تزوجت من رجل آخر، فما حكم الزواج؟ طلقها وهو في السجن، ها؟ نعم. وتزوجت بعد مضي 15 يوم من الطلاق، هل هي حامل وضعت وخرجت من النفاس؟ ولا ما يصح هذا؟ أما إذا كانت ما هي حامل لا يجوز تتزوج لما تتم العدة. نعم. والطلاق أيضا هل هو رجعي أو بائن؟ فيه تفصيل. نعم.